أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي في هذا اللقاء المبارك طلاب الأعزاء طالبات الحبيبات أن نلتقي بكم كما تعودنا على الحب والخير والدعاء وصال بيننا بإذن الله سبحانه وتعالى، لنستكمل معا محاضرات دراسات في القرآن وعلوم أو علوم القرآن. لنقف الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المحاضرة للحديث عن عدة محاور. المحور الأول في هذه المحاضرة سنتحدث فيه عن الرسم العثماني، ثم ننتقل إلى المحور الثاني وهو الأحرف السبعة، ثم القراءات السبعة. سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث عن الرسم العثماني وكيف رسم القرآن الكريم. هل ما نراه في المصاحف الآن هو ما كان فعلا موجود في النسخة الأصلية التي جمعت في عهد أبي بكر ونسخت في عهد عثمان، أم أن لها شكلا وآخر مختلفا عن ذلك؟ لنبدأ ونسأل أيضا، من الذي إن لم يكن كذلك فمن كان سببا في هذا الرسم العثماني، وما الداعي لمثل هذا الرسم العثماني إن لم يكن كذلك في الماضي؟ لماذا اجتهد العلماء أو وضع العلماء هذا الرسم القرآني؟ سنقف عند هذه الحيثيات بإذن الله سبحانه وتعالى لنجيب عليها واحدة واحدة. بالنسبة للرسم العثماني، تعريفه هو الرسم الاصطلاحي الذي توارثته الأمة منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو الرسم الاصطلاحي الذي توارثته الأمة منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان المصحف في عهد عثمان بن عفان؟ كيف كان شكله؟ كيف كانت الكلمات والأحرف؟ كيف كانت النقاط والتشكيلة؟ سنتعرف بإذن الله. أولاً، كانت المصاحف خالية من النقاط والتشكيل. كانت خالية من النقاط والتشكيل، الكلمة مجردة هي عبارة عن حروف خالية من النقاط والتشكيل. طيب، لماذا بعد ذلك تطرق العلماء إلى التشكيل وإلى النقاط؟ طبعاً قلنا بأن اللسان العربي الأصيل الذي كان على السليقة الصحيحة والسليمة والفطرة الأصيلة كان إنساناً يستطيع أن يدرك أو أن يعرف الكلمة بغض النظر عن النقاط والتشكيل. كان كل إنسان يقرأ عربي يستطيع أن يميز هذه الكلمة، لأن اللسان العربي كان إنساناً على الفطرة الصحيحة وكان على السليقة. لكنه كما قلنا في عهد عثمان بن عفان تطرق إلى هذا اللسان العربي الخطأ والزلل والخلل واللحن ودخول كثير من الأعجميين على المسلمين، ما أثر أيضا على لهجاتهم ولغاتهم، فلحن بعضهم وأخطأ بعضهم وكفر بعضهم بعضا. هنا أصبح هناك حاجة ماسة إلى ضرورة أن يكون هناك رسما للقرآن الكريم يستطيع فيه صاحب السليقة الصحيحة وصاحب اللحن أن يميز بين كلمة وكلمة، وأن يميز بين لفظ ولفظ، حتى لا يقع خطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا ترى من أول من قام بهذا الجهد؟ من أول من قام بهذا المجهود العظيم؟ ولماذا قام بذلك؟ طبعا هناك في هذا المضمار سنجد أنه ذكر أو اشتهر العديد من العلماء في هذا المجال، وقيل بأن أبا الأسود الدؤلي، وقيل يحيى بن يعمر، وقيل الحسن البصري، ونصر ابن عاصم، كان لهم يد وكان لهم باع وكان لهم سهم خير في هذه المهمة العظيمة. لكن من أول هؤلاء العلماء؟ طبعا اختلفوا في السياق التاريخي، أو اختلف العلماء في توجيه من هو أولهم. بغض النظر سنقول كيف كان الكلام
عندما أرادوا أن ينقطوا ويضعوا التشكيل، كانت الفتحة هي نقطة فوق الحرف. الفتحة نقطة وليس شرطة، الفتحة هي عبارة عن نقطة فوق الحرف، الكسرة نقطة أسفل الحرف، والضمة نقطة بين أجزاء الحرف، والسكون نقطتين. هكذا كان. تدرج تحسين رسم المصحف، فكان الشكل في الصدر الأول نقط على أول الحرف والضم على آخر الحرف، إذا هناك في تدرج في وصول القرآن على الرسم الآن موجود في المصاحف، لم يكن من اللحظة الأولى على ما نراه الآن. إذا كان في البداية نقطة فوق الحرف فتحة، نقطة أسفل الحرف كسرة، نقطة في الضمة نقطة بين أجزاء الحرف، والسكون نقطتين. مع التدرج مع التطور أرادوا أن يميزوا أكثر، سنجد أن الشكل كان في الصدر الأول للحرف، فعلى أول فتحة على أول الحرف، الضمة على آخر الحرف، والكسرة تحت أول الحرف. هذا بالنسبة للرسم العثماني الذي اصطلحه العلماء. طبعا بالنسبة للرسم العثماني كان هناك سبب مهم جدا دعا أبو الأسود الدؤلي إلى أن يجتهد هذا الاجتهاد وأن يقوم بهذا الفعل، عندما سمع أن أحد المسلمين يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأ كلمة رسول ورسوله قرأها بالكسر، وكأنه يعني العارف باللغة العربية العطف بالمكسور، كأن الله بريء من الرسول كما هو بريء من المشركين والعياذ بالله. هاله ما سمعه أبو الأسود الدؤلي، ففر فزعا إلى الوالي في ذلك العصر وقال لقد أجبتك لما دعيتني إليه، وفي ذلك إشارة إلى أن الوالي في ذلك العصر كان قد طلب منه أن يقوم بالتشكيل أو التنقيط في المصحف حتى يميز المسلمون الحركات في ذلك الوقت. بهذا نكون قد انتهينا من الرسم العثماني، لننتقل إلى محور آخر وهو الأحرف السبعة التي كتب عليها القرآن الكريم. ما معنى أحرف السبعة؟ نحن قلنا بأن القرآن نزل بلغة قريش، نزل على سبعة أحرف. الأحرف هي اللهجات، اللهجات التي كانت موجودة، وهي سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. بمعنى عندما نقول أقبل، هلم، هيا، عجل، أسرع، كلها كلمات تطلق على معنى واحد. إذن اللغة الواحدة أو السبع لغات قد تشتمل، الكلمة الواحدة تشتمل على أكثر من معنى أو تصاب بأكثر من صيغة لفظية. ولذلك القرآن الكريم بالمجمل هو نزل على سبعة أحرف، أي على سبعة لهجات من لهجات العرب. الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف، لماذا لم ينزل على حرف واحد؟ سنجد أن لذلك حكم جميلة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى تلطف بعباده ويسر على هؤلاء القوم الأميين، يسر عليهم القرآن وقراءته وحفظه، فجاء على حسب لهجاتهم وعلى حسب لغاتهم، فهذا أيسر لهم، فهذا أيسر لهم. نعطف ما تقدم الحديث إليه لنقول أن هذا أيضا فيه إعجاز للفطرة اللغوية الموجودة عند العرب. لو أن تعدد الفطرة اللغوية والميزان اللغوي الموجود عند العرب يجعل أن التحدي فقط بلهجة واحدة أو لغة واحدة من لغات العرب فيه نوع من الحجة على القرآن، أننا لا نستطيع لأنه نزل على غير لغتنا لا نستطيع أن نباريه، ليس عدم مقدرة وعزا منا، وإنه لأنه نزل على غير لغتنا. فكان الله سبحانه وتعالى عندما أنزله على سبع لغات ليقع بذلك الإعجاز للفطرة اللغوية المتعددة في الصيغ اللغوية عند العرب. أيضا إعجاز القرآن في معانيه وألفاظه، تقلب اللفظ الواحد في صور متعددة يعطيه نفس الإعجاز، يعطيه نفس البلاغة، يعطيه نفس التحدي. ولذلك
أيضا سنجد أن هذا الإعجاز في تقلب الصور والصيغ والألفاظ يجعل العلماء أو يعطي للعلماء قدرة على استنباط الأحكام بناء على اختلاف الألفاظ، بناء على اختلاف الألفاظ. هذا بالنسبة للأحرف السبعة. هل هي الأحرف السبعة نفس القراءات السبعة؟ سنجد بإذن الله سبحانه وتعالى، بالرغم من تساوق اللفظ وتكافؤ العدد في العدد، لكن لا، هناك خلاف بالنسبة للقراءات السبعة الموجودة، اللي هي لا أبو عمرو البصري ونافع المدني وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي والكسائي وابن عامر وابن كثير. إذن القراءات السبعة هل هي اللغات السبعة؟ سنتعرف. القراءات هي غير الأحرف السبعة على أصح الأقوال، وإن أوهم العدد ذلك. عندما نقول الأحرف السبعة أو القراءات السبعة أو اللغات السبعة، قد نفهم أن هناك ترادف بين هذه الكلمات، ولكن هذا الكلام على أرجح الأقوال عند العلماء أنها ليست صحيحة وليست متوافقة وإن توافق العدد. هناك أنواع للقراءات وحكمها وضوابطها. أنواع القراءات ممكن أن تكون القراءة متواترة وعددها سبعة، والتي ذكرناها قبل قليل. هناك أيضا قراءة آحاد. هذه القراءات الآحاد الثلاثة هي المتممة للسبعة لتصل بذلك إلى القراءات العشرة. هناك أيضا قراءات شاذة، وهذه القراءات وما تبقى بعد هذه العشرة من قراءات للصحابة ومن قرأ بها. حتى نحكم على هذه القراءة أنها قراءة صحيحة ويمكن الأخذ بها والعمل بما جاء فيها، أولا يجب أن تكون متوافقة مع اللغة العربية، ثانيا موافقة للرسم المصحف أو للرسم العثماني، ثالثا تكون صحيحة السند ووصلت إلينا كما قلنا بسند متصل، وإلا إن لم يكن هناك شرطا أو إن لم يتوفر شرط من هذه الشروط تعتبر شاذة ولا يؤخذ بها. بهذا القدر نكون قد أنهينا محاورنا الثلاثة في الحديث عن الأحرف السبعة والقراءات السبعة، ونكون بإذن الله سبحانه وتعالى ورسم العثماني قبلهم طبعا، نكون بهذا القدر قد وصلنا إلى تمام محاضرتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.